عمل انتخابية للفريق باش ناخذوا رأي الأحبة في الموضوع هذا، وفي الآخر باش يكون معانا رئيس اتحاد بن قردين، كان طلب انه يتدخل معانا ويعقب على الكلام اللي صار واللي اتقال الكل. باش نبداو ناخذوا تليفونات، وأول تليفون يجي معانا حاتم. حاتم أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بسي إسلام وكل مستمعي إكسبريس إف إم، مرحبا بكم. مرحبا بيك سي حاتم من بن قردين، هكا ولا؟ بن قردان، يعني محب اتحاد بن قردان منذ سنوات. مرحبا، نتشرف. تفضل يا سي حاتم، المجال مفتوح قدامك. على فيما يخص جلسة العامة، فيما يخص تحضيرات الفريق، فيما يخص المشاركة الإفريقية، فيما شنو يخص بالضبط معناها. احنا موضوعنا جلسة العامة الانتخابية، كان تحب تجبد حاجة أخرى ما يسالش باختصار، قول لي شنو تحب. جلسة العامة الانتخابية اتحاد بن قردان كيف كل الفرق تنطلقت صارت جلسة عامة. بس ترشح زوج قائمات، قائمة سي هشام بالكاس وقائمة سي وليد لملوم. نشكر الكل اللي ترشح وكل من تشجع لقيادة فريق اتحاد بن قردان، هذا النادي العريق اللي ما مرت أجيال وعنده صولات وجولات معناها وتاريخ كبير من عام 1936، وانجب عديد الملعبية وعديد القدامى ومسيرين وكثيرا. بس جلسة العامة صارت في ظروف آمنة وظروف طيبة بحضور عدد المنفذ، أمور قانونية، أمور شفافة واضحة، وانطلقت تحضيرات الفريق وعندها تربص مغلق للفريق تويجر إن شاء الله، وعندنا ماتش أميكال مقابلة ودية مع في جربة مع فريق الترجي التونسي، والأمور واضحة. واتحاد بن قردان معنا ان شاء الله كي بقينا سي هشام اتقال كلام حول جلسة العامة الانتخابية، فما عبيد ما سمعتش، ما تحلش باب الانخراطات، تعاملت في الصباح بكري، علاش هذا الكل؟ شنو رايك من هذا؟ شكون قال الكلام هذا؟ شكون قال الكلام هذا؟ الكلام هذا اللي قاعد يدور في بن قردان. موسي صارت جلسة عامة 8 بتاع الصباح، ماهيش هكا بالليل، ماهيش يظل 8 بتاع الصباح، حتى الإدارة في تونس من بزارة البرج الغلط تفتح 8 بتاع الصباح، وصارت بعذر عدم منفذ، وصار القانون الأساسي في الاتحاد بن قردان يخول المخالطين، وصارت بحضور عدد المنفذ، وصارت امور قانونيه، وتقدموا قانون سي هشام بالقاسم وبارك الله فيه، وبمناسبه هذه نحيوه ونشجعوه هو وكامل الفريق الشباب، المجموعه المتكونه من سي هشام وسي النائب بتاع سي محمد ناجي وسي شهر الدين ولو اخوانا كله سي بشير شندور، وربي يوفقهم ان شاء الله. وطرقه التحضيرات به يقول القائد علاش الناس اللي تحب تقدم، علاش ما بينتش، وعلاش ما عملتش اجتماع، وعلاش ما درتش على الاحباء، وعلاش ما عرفتش برمجها برشا معنانا. وفي نفس الوقت نشكر القيمات الاخرى اللي قدمت وساهمت وحبت تكون معناها تقود الفريق، وراه مش مشكله ما خداش الفريق اليوم، راه باش تجي فرصه من اراء اخر. راه كيما شاب القاسم تخل كان عضو في هيئه الاحباء، ثم عضو في الهيئه المديره، ثم كاتب عام، ثم بشوي بشوي اللي ولا رئيس فريق ونشجعوه بالمناسبه، هو كيف تكلم معاه. راه الكرسي بتاع الرئاسه بتاع اتحاد بن قردان ماهوش حكر على شخص واحد، كما تعدوا برشا رؤساء، نذكر منهم المرحوم الله يرحمه السي عبد السلام حمرون والسي البشير المقوري الله يرحمهم، وكما تعدت سي زيد العرف والسي الميت دبوبه، راهي معناها بتجي نهار يقود المشهد ناس اخرى، وهذاك الدولي وهذاك هي التسيير وهذاك هي المنظومه، وان شاء الله اللي يجي الاتحاد بن قردان يخلي تراث ايجابيه وبوزيتيف، ونشجعوا الناس الكل، والمصلحه هاي مصلحه اتحاد بن قردان، واللي يحب سي اسلام سامحني اللي يحب يخدم اتحاد بن قردان راه مش بشرط يخدمها كلشي من كرسي الرئاسه، راه لا هذه نحبوا الخويان نتوجهها بالخويان في بن قردان، اللي يحب يشجع اتحاد بن قردان ويخدم اتحاد بن قردان راه ينجم يشجعها حتى من في بلاصته، حتى في بعيد، حتى موش داخل بن قردان، حتى في خارج، وحتى في اخواننا في 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 باريس وفي برشا بلايص يشجعوا في اتحاد بن قردان، وهذا الشيء مرنيف. وصلوا جابوا كار لاتحاد بن قردان وبارك الله فيهم، موطنين بالخارج. سامحني دونك راه اتحاد بن قردان مش اوبليغاتوار ما شجعها كما نبداني رئيس ولا نائب رئيس ولا كاتب عام، لا انا واحد من الناس حاتم اللي وصلت الفكره، باش ما نعاودوش الكلام وناخذوا اكثر عباد. باهي تفضل، اي كامل مسيت دقيقه اي باهي بسرعه اي مسيت دقيقه برك. اتحاد بن قردان اليوم اني بس بعض الاعلاميين، انت نزهك يا اسلام، بعض الاعلاميين ومن سبق ومن زمان معناها اتحاد بن قردان كاني به، معناها اتحاد بن قردان معناها جيب بالغصب، نحب نقوله سامحني في الكلمه، طلع على الناسيونال بالغصب، لا طلع عن جداره وباستحقاق
وفي فتره معينه الناس خدمه تحب ينال ثم تاريخ وتاريخ تحب ينال غدو بيشارك مشاركه ثانيه ولا ثالثه في الكاس الكاف بيحمل راي تونس على مدرب وتونس وتحب جدان معناها يقودوه معناها برشا ناس معناها معروفين أخدام الدكتور وديع الجري بارك الله فيه معناها في يوم من أيام وغيره 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 برشا ناس معناها سي الدكتور المولجي الأسود لا سمحني وأجني به معناها لقب الجري ولا جريمة ولا تهمة أن يقود اتحاد بن قبان ولا يساند مش مشكلة مش جريمة سرطان جري معناها محب اتحاد بن قبان ما هو إلا ود بن قردان هذه معلومة هذه نحب نوصلها لبرشا إعلاميين خطيقة السيزام بس إعلاميين كأني به وديع الجري من بقدان والأخوه دكتور وجيه الجري معناه محب البقدان ويشجعها كأنه جريمة ولا عيب ولا عار لا مش عيب ومش عارة واضح حياتك صحة شكرا ليك عبرت بكل حرية مجال مفتوح قدام الناس الكل باش تحكي اللي تحب عليه سواء معاه وإلا ضد فما شكون حتى فما شوية بريسيون صارت وفما كلمات قالوا ان باش نوجهوا البلاتو هاك تشوفوا ماهوش موجه البلاتو اول تليفون جانا خذيناه وقيدناه طلبناه والثاني باش نطلبوه توا وبالترتيب حتى لنكملوا الخمسة متاع عشية سواء معاه سواء ضد الكلام تقول على راحة الناس الكل تعبر في كنف الاحترام التليفون الثاني معنا نادر ناجي باش نحكيه على موضوع اتحاد بن قردان سي نادر اهلا بيك اهلا بيك خويا سام مرحبا بك ما غير ما اسالك انت من لقب ظاهر من بن قردان ايوا واضح على الاخر تفضل باهي شوف خويا انا حبيت نعقب على كلام السيد اللي كان يحكي تو انا نحترمه انا ساعه اما احنا راهو ما تقدمنا باش نكونوا معناتها في القائمه باش تترأس الاتحاد الرياضي ببن قردان الا لاسباب معينه معناتها اهمها هو تأليه الاشخاص هذا اللي قاعد يصير معناتها اتحاد بن قردان اليوم ولت محسوبه على دار الجاري معناتها على لقب الجاري على العائله المصغره هذه من الجاري معناتها ولت محسوبه عليهم هم فقط معناه كانه ولا اتحاد العائله ما عادش اتحاد بن قردان هذه الحاجه احنا اللي خلتنا ندخله هذا بريميرمو الحاجه الثانيه معناتها نحبوا بن قردان كل بن قردانيه الكل مش لقب معين ولا دار معينه ولا شخص معين بن قردان راهي جمعيه عموميه تخضع للمال العمومي للتمويل العمومي ومن حقنا احنا كمنخرطين وكاحباء من حقنا اول حاجه باش نكونوا منخرطين في الهيئه معناتها في الانتخابات تاع الجلسه العامه وحقنا زاده باش نطلعوا على التقارير الماليه هذا نصور الحق هذا يقف للدستور ويوقف له ويوقف له مسار تجديد المسار نتاع السيد الرئيس اللي قام به معناتها في الخطوات الاخيره معناتها تو جمعيه رياضيه ثلاث سنين ما تقدمش التقارير الماليه لاحبائها وين تحبوها توصل واضح ثلاث سنين جمعيه رياضيه ما تقدمش تقارير مالي واضح معناتها ثم ضبابيه كبيره اخويا سلام حاجه اخرى اي بسرعه باش ناخذ اكثر عباد معنا عندنا باش تليفونات يعطيكم الصحه قاعدين تبعوا فينا الناس الكل وباش تليفونات وصلت من بن قردان تفضل اي تفضل سينا قبل كل جلسه عامه نورمال مول يصير انه يفتحوا باب الانخراطات هذا حق كل محب للجمعيه شيء هذا ما صارش الجلسه الانتخابيه اخويا صارت 6 نتاع الصباح في منتزه بالجهه منتصب بالجهه 6 نتاع الصباح بحضور او قال او السيد اللي قبلك قال 8 انا هنا نعطيك الصيح انا نعطيك مصبر الجلسه الانتخابيه صارت 6 نتاع الصباح بحضور 10 مخرطين او 15 منخرطا فقط وهذو المنخرطين هذو كانوا مبرمجين معناتها كلمه لا ماهيش موجوده اول مره ممكن تصير انتخابات في بن قردان معناتها نتاع هيئه مديره ما فماش حتى واحد معارض معناها 15 مدروسين مرجلين جوهم باهي صوتوا ابن عم جاوا 6 نتاع الصباح فيقهم سي وجيه الجاريه فهمتني ولا 6 نتاع الصباح هذو ناس ماموره خويا ناس يخدموا بالتعليمات خويا وان شاء الله انا ما نجم نقول حتى شيء ان شاء الله اتحاد بن قردان يشرفنا في كاس الكاف ان شاء الله اكيد اذا نتمناه اكيد توينس الكل وجمعيتنا رانا باش نفكوها بالقانون يعطيك الصحة شكرا ليك نادر على تدخلك معنا تليفون الموالي معنا حسين الجويلي الاسم مش غريب عليا سي حسين اهلا بك السلام عليكم اهلا مرحبا بك ما يشغلت فيك حسين الجويلي الاعلامي هكا مراسل الصباح ولا لا؟ مراسل البيان سابقا البيان مانيش غلط مرحبا بك سي حسين تفضل وبيك سي اسلام بارك الله فيك اسلام والله ما حز في نفسي هنا هو توجه بعض وسائل الاعلام وخاصه البلاتوات الرياضيه للاساءه لاتحاد بن قردان الفريق العريق راه من عام 1934 واشرفوا عليه برشا رؤساء صديقين وهيئات متعاقبه فهمت خدمت وقدمت رقم قلة ذات اليد وقتها يا سي حسين الفريق ماهوش موضوعنا ظهر اليوم هذا موضوعنا الجلسة العامة الانتخابية
جلسة العامة الانتخابية. إيه علاش البلاتو هذا؟ على خاطر جلسة العامة الانتخابية البلاتو هذا على الكلام اللي تقال على الجلسة العامة الانتخابية. أعطيني رأيك أنت سواء هل مع اللي صار وإلا ضد. مرحبا بيك تفضل. لا أنا باش ربما نفيدك بحاجات فهمت. أي تفضل مثال. الجلسة العامة انعقدت في ظروف جد طيبة وقانونية وشرعية. تم نشر موعد الجلسة العامة في إحدى الصحف فهمت ولا اليومية اللي هي جريدة الشروق فهمت، وطلعوا عليها معناها المنخرطين وطلعوا عليها معناها قراء الجريدة. لهنا تقول طلعوا المنخرطين، فما شكون يقول ما تبعوش أصلا، ما تمش فتح باب الانخراطات أصلا. باب الانخراطات هذاك من مهام الهيئة المديرة. أي بالطبيعة ما تمش فتح الباب من مهام لجنة الانتخابات مش مهام الهيئة المديرة. والله انا ما نصورش معناه اللي يجي باش ياخذ انخراطه، هو انخراطه نورمالمون بي بالفلوس. ما تمش الاعلان عن فتح باب بيع الانخراطات هذاك من مهام الهيئة. باه تفضل. ايه كامل تفضل. انا نعطيك معناه شنو اللي صار. انعقدت قلت لك في ظروف جد طيبه، الناس كل اطلعت على موعد الجلسه العامه للواحد في جريده في صحيفه يوميه اعلان موعد الجلسه العامه بتاريخ كذا فهمت. صارت في ظروف جد طيبة، حضروها المنخرطين، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي في كنف معنا الواحد الشفافية واحد كذا فهمت. احنا توا في حاجة للمساندة وفي حاجة للدعم، الفريق في حاجة للدعم. توا احنا ينتظرنا مشاركة في كاس الكاف، انطلقت التحذيرات اللي هي جد طيبة فهمت. الفريق دخل في تربص في معسكر اعدادي استعدادا للمواجهه الافريقيه واستعدادا للبطوله. كان من المفروض فهمت تبعت البلاتو، كان من المفروض ما حاجه جلسه العام فاتت سي انعقدت هكا شد سي هشام بارك الله فيه، هو مجموعه نيره مجموعه غيوره على الفريق بارك الله فيه. المفروض البلاتو هذا ما يحكوش على الجلسه العامه. والله من المفروض سي حسين ما تعطينيش دروس في الـ في الـ في شنو نحكي وشنو ما نحكيوش. احنا الموضوع موضوع اللجنه العامه الانتخابيه، نحن نحدوا في شنو نحكي وشنو ما نحكيوش. اكيد المجال مفتوح، حكيت كما حبيت على الجلسه العامه الانتخابيه، شنو نحكي وشنو ما نحكيوش هذا يظهر لي من مشمولاتنا ومن مشمولات فريق الاعداد. على كل ناخذوا تليفون من بعده سي ياسين المليتي. سي ياسين اهلا بك. مرحبا بك خويا اسلام وبرحب بكافة مستمعي راديو اكسبريس اف ام. مرحبا تفضل سي ياسين. خويا اسلام انا حبيت نتدخل ما نذبش عليك، معناتها كيف لقيت لافيشاج نتاع اتحاد بن قردان ما نذبش عليك. اول مره استغربت الجمعيه مازال 10 ايام خويا اسلام وتلعب كاس الاتحاد الافريقي تمثل تونس وتمثل درب تونس، كان الاصل فيه ان ماعادش نحكوا على حكايات جوزها الزمن. تحكي لي على جلسة عامة انتخابية وخروقات قانونية، أنا بصدقا ردوا بالكم راهو سالي الإعلام باش نحكي فيك في دروس ولا حاجة، ما أنتم مسؤولين خاطر راهو باش تاخذوا على الديريكت معناتها محبين تاع الاتحاد بن قردان والهاكا يدلوا بيدلوا نتاعه بدون دراية. أنا نتصور فيه حتى مس من السمعة نتاع الإذاعة ولا مس من سمعة نتاع المقدمين. ما فما حتى مستك تشوف الناس الكل تعبر في كنف الاحترام سي ياسين، وإحنا كما قلت نحن نحدوا شنو يتعدى وشنو ما يتعداش. وظهر لي مازال 10 أيام ما ينشوش على حتى حد، اللي كيف تحضر على روحها ظهر لي ما ينش لا فيديو ماتش. نحن مازال 10 أيام كاملين جمعة ونص ونحكيو معناتها في الموضوع. أكيد شغل الرأي العام في اتحاد بن قردان اللي هو فريق نحبوه ونتمناو أنه يمثل تونس أحسن تمثيل في كأس أفريقيا. تفضل سي ياسين. أنا نعرف يا أخوي إسلام أن الحكاية كما حكيت الحديث عن الجلسات العامة الانتخابية راه فيها تصور أنت مع جلسة عامة انتخابية تنجم تصير الستة بتاع الصباح ولا كما برشا وسائل الإعلام قالوا الفجر. خير راهو فما عدل منفذ أحضر، راهو عدل منفذ راهو إنسان محلف، أو حتى إذا يصير التعي يصير عن طريق الجسم العدول للتنفيذ. تصور أنت معات عدل منفذ باش يجي يلعب بمصير بتاع قانون بتاع جمعية في حجم اتحاد بن قردان. أنا واحد من الناس حضرت فيها الجلسة هذه وربي شاهد، صارت تقريبا 9:30 متاع الصباح، ما فما حتى معناتها اي وسيله ولا اي حاجه تثبت ان الكلام اللي يقولوا فيه برشا ناس صارت الفجر او صارت 4 متاع الصباح. خليني بعد نمشي على مكلا بعد ما هيك اذا اقتضت المصلحه متاع الجمعيه وعلاش لا يدعموا حتى الجلسه حتى الساعتين وثلاثه متاع الصبح. شكون شبيكم ما حكيتوش وقت صارت الجلسه العامه للملعب التونسي الساعتين متاع الليل ما تكلم حتى حد.
اما موضوع اتحاد بن جردان بتبيعه باش يشغل الراي العام، انا 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 نقول حاجه واحده برك، اتحاد بن جردان امام مسابقه افريقيه، اتحاد بن جردان امام رهانات قادمه، ارجوكم الفريق هذا راه عانى كثير جدا من الحملات، ارجوكم هذا الفريق راه بالرسمي معناته كفانا صبر يا خويا، احنا كمجاهير اتحاد بن جردان يا خويا تعملوا الف مزيه خويا، اتحاد بن جردان تذكروه خويا كان بالخير خويا، نحبوا جمعيتنا خويا تلعب في الكاس مثل تونس، قاعدين نشروا انتدابات، عملنا يا سي ياسين هذا اكيد نحبوه الناس الكل تمثلنا يا سي ياسين، صرفنا برشا فلوس حتى حد ما تكلم اماني عايش خويا، حتى حد ما تكلم صرفنا تقريبا ما يقارب برشا فلوس وحطينا برشا حاجات، علاش ما نتكلموش على حاجات باهيه؟ علاش ديما اتحاد بن جردان؟ اما التحكيم ارتحنا في السيف من حكايه التحكيم، ها شفت الجلسه العامه الانتخابيه يا سي ياسين تنجم تسمعني ولا يا سي ياسين باش نفهموا بعضنا نسمعوا بعضنا عايشك تفضل خويا دونك احنا نحكيو راهو كيما انت مع انه جلسة عامة تصير فما احباء اخرين متغشين كيما اعطيناك الكلمة خلينا نكمل جملتك كيما اعطيناك الكلمة انت باش توصل ذلك وهكا ظهر لي ما كلمك حد وما قص عليك حتى حد كيما فما عباد اخرين متغشين عندهم حق كيف كيف باش يوصلوا رايهم ولا امان يعيش خويا العباد الاخرين من حقهم مشوا للقضاء سي بون ثم اللي صار طعن في القضاء خلي القضاء ياخذ مجراه اي ما حتى ذا حقنا كوسائل اعلام نحكيو على الموضوع زاد ولا لا من حقك انا قلت لك يا خويا سلام قلت لك راه الموضوع 10 ايام على الكاف امان تصور انت الملاعبيه كيف يسمحوا مشاكل كيما هذه باي معناتها باي نفسيه باش يحضروا ماتشاتهم امان نلعبوا في كاس الاتحاد الافريقي تمثل تونس راه باش في بطوله وطنيه ولا في كوب واضح هذيك الصحة شكرا لك يا سي ياسين ديما نقول نتمنوا كل التوفيق لاتحاد بن جردان ويمثل تونس ان شاء الله ومتأكد متفائلين فريق ممتاز عندهم اتحاد بن جردان باش يمثلنا احسن تمثيل كما مثلنا في المسابقة الماضية اللي شارك فيها معنا ايضا بشير شندول رئيس اللجنة القانونية في اتحاد بن جردان سي بشير اهلا بك اهلا بك على السلامة شو احوالك ومرحبا بك في الاستاذ مرحبا بك تفضل سي بشير والله الموضوع هذا خذا شوية جدال وانا معناها توا وقع تكليفي باللجنه القانونيه وخذيت معناها طلعت على الوثائق اللازمه وطلعت على محضر الجلسه وبون اللي هو اللي خذيته معناها محضر الجلسه من طرف عدول تنفيذ بون قبل ما ندخلوا في الاطار القانوني بالنسبه للجمعيه الاتحاد الرياضي بن جردان جمعيه عريقه ويلزمها برشا مصاريف وفي النظام معناها البطوله المحترفه معناها المال وقوام للاعمال معناها ما فما حتى رئيس مترشح معناها بصفه جديه معناها نحكي لك انا بالرسمي ما فما حتى رئيس مترشح بصفه جديه باه وقع تسمع فيها معناها اي نسمع فيك تفضل اي تفضل وقع معناها وقع معناها الاطلاع على جميع الوثائق والملفات من بالنسبه للملف معناها بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه معناها للمحرر من طرف عادل المنفذ وقعت معناها باب الاقتراع معناها فتح في 9 صباحا معناها وتحت اشراف معناها هذا اللي موجود في محضر الجلسه تحت اشراف هي مستقله للانتخابات بالنسبه للمطالب الترشح فما زوز مطالب ترشح فما مطلب ترشح معناها قد رفض معناها شكلا بما ان من طرف اللجنه المستقله هذه الانتخابات بما ان المترشح معناها كان ترشحه فردي معناها وفي القانون الاساسي للجمعيه في الباب الرابع في نظام الاقتراع ومعناها الفصل 32 معناها مطلب مشترك في الترشح باسم الكاتب العام معناها من طرف المترشحين بخطة رئيس مش معناها مطلب فردي يعني لازم يكونوا الرئيس والنائب في مطلب مشترك معناها المطلب سقط معناها تنجم تقول شكلا وبالنسبة للمنخرطين فما 15 منخرط باب على فكرة معناها خطر اتصلت بالهيئة السابقة معناها باب الانخراطات معناها افتح بكتب العام افتح من أول الموسم باب الانخراطات أي انخراط في موسم 2020-21 معناها هذاك يخول باش يقوم بالتصويت معناها يصوت به وبالنسبة للمطلب الثاني فيه مطلب مشترك فيه هشام بن قاسم وأنور ناجي وقد قبل من طرف هاي المستقلة الانتخابات وحضروا 15 هذا حسب المحضر الجلسة من طرف العدل المنفذ حضروا 15 منخرط 13 صوتوا زوز لا يا اما غايبين ولا
وصارت فيها فضاء مفتوح من حسب ال يا سي بشير مش فما مش فما قرار رئاسي بعدم عقد الجلسات العامة الانتخابية والتجمعات والكل هذا؟ اعطيني اي مرسوم رئاسي لنص اي مرسوم رئاسي من طرف السيد رئيس الجمهورية ينص بعدم اجراء اي جلسة انتخابية رياضية. ديجا الجامعة التونسية لكرة القدم افجت الجلسة العامة نتاعها لسبب هذا. اعطيني اي انت كصحافي اعطيني اي مرسوم. علاش الجامعة التونسية اجلت؟ شوف اعطيني مرسوم مرسوم يحجر جلسة انتخابية. بالنسبة لموضوع الانخراطات وبيع الانخراطات وفتح الاجيال وفتح حسب اتصالي بالكتب العام السابق قال لك باب الانخراطات مفتوح من اول الموسم. هذا اللي قال لك عملناه في الدعوه للجلسه الانتخابيه عن طريق الصحف ونصور جريده الشروق. معناها وقع ايش الاشهار بها في جريده الشروق. معناها الانخراطات وقع معناها ما بالنسبه للانخراطات من اول من موسم 2021 هذاك باب الانخراطات. سي بشير سامحني ما عادش عندي برشا وقت دقيقتين فقط باش نعطيهم رئيس النادي هشام بالقاسم فقط. تفضل كان عندك كلمه بسرعه ما يسالش كلمه بسرعه. هذا حسب معناها نفس وقعت في فضاء مفتوح احترام البروتوكول الصحي التباعد الاجتماعي قال هذا واضح. ويعطيك الصحة شكرا لك سي بشير. باهي نكملوا مع اخر تليفون معنا اليوم راهي هشام بالقاسم رئيس الجديد لاتحاد بن قردين. اهلا بك سي هشام. مرحبا بك تفضل سي هشام. ماشي اليوم هذا يظهر لي نحكي لا عادش نحكي كورة ما عادش نحكي حتى شيء ولينا نحكي قوانين داخلية نتاع الاتحاد الرياضي بن قردين. وهذه رياضتنا للأسف. للأسف حاجة أخرى هذه رياضتنا أنت قلت لكن أنا أقول هذه الكواليس متاع الرياضة في بلادنا. فهمتني أنا كتجيب لي واحد ما يمثلش سبعة من الناس كل وجهه وحباه ومش راضيين وتعمل لي بروباغندا وفي توجيه واضح للأسئلة في الحصة. توجيه واضح وين تشوف فيه يا سي هشام؟ نعطيك كلمة فقط نعطيك رقم تكلم واحد فقط كان ضد الجلسة العامة الانتخابية. أعطيني وين شفتوا التوجيه؟ الواحد فقط هذاك أنا نعرف شكون النسق معاه وأنا نعرف النص ساعة معناتها نبعدوا على نظرية المؤامرة الأخير نتصور والدليل أنك معانا ومجال مفتوح قدامك. خليني نحكي عاد. أي تفضل 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 أي تفضل ميساج تفضل خويا تفضل. هي ممكن تبدأ تعطي في الاتهامات لازم نجاوبك حتى انا. تاريخية يتفتح باب إذاعة للأحباء من معه ومن ضد لصناعة فتنة في بن قردين. ما هو صحيح تقول فيه. هذا شيء عيب راهو عيب. راهي رجال قاعدة تخسر في وقتها وفي فلوسها وفي قوت صغارها والعالم بها ربي شنو قاعدة تعمل وشنو قاعدة تجري. اللي تقول فيه ما هو صحيح يا سي هشام. لا لا أنا متأكد اللي هو صحيح ونعرف شكون وراه وشكون وراه. أعطينا مثال أعطينا شكون وراه أعطينا مثال. هذا في وقته كل واحد يعني. فهمتني؟ أنا نتحداك لو أنك تقول لي ما فماش تنسيق مع إكس وإيجريك. ولا نتحداك أنت لو كانت تقول لي فما وأعطيني أسامي ما يسالش. مرحبا بك تفضل يعطيك الصحة. فهمتني ما فما حتى مشكلة أخوي. حاجة بركة نحب نقولها لك. ما يسالش تفضل. حاجة بركة نحب نقولها لك خويا حاول ما تلمش الدعارة وكان عندك صغيرات ولا في الطريق عندك صغيرات المنشرة مش باهية للصغار. نحاول ما نطيحوش للمستوى المتدني هذا يا سي هشام رئيس اتحاد بن قردين بارك الله فيك ويعطيك الصحة. ظهر ما فما حتى لا توجيهات لا ضغوطات والدليل انه تقريبا خذينا سبعه وثمانيه تليفونات كانوا منهم سبعه مع اتحاد بن قردين مع الجلسه العامه اللي صارت مع قانونيتها وواحد فقط كان ضد الجلسه العامه. هذا الدليل انه ما اخترناش لا تليفونات لا كما قال سي هشام بالقاسم انه فما كان فما توجيه ولا اي حاجه من نوع هذا. على كل كان هذا الحدث اللي فرض نفسه الجلسه العامه الانتخابيه اللي تقال عليها برشا كلام في اتحاد بن قردين كان واجبنا ان نحكيوا عليها ونوصلوا اصوات الناس الكل. شكرا منال سيسي في الاخراج وقبلها انيس الجويني ادم المدب في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام المدب.